شراكة جديدة بين العراق والصين من خلال توقيع مذكرة تفاهم ما بين البلدين لتنفيذ مشاريع لتحلية المياه. اللقاء الذي جمع الوفد الصيني مع رئيس وأعضاء مجلس محافظة البصرة لتنفيذ مشاريع خدمية في المدينة وصف بالناجح والمثمر. شراكة جديدة بين العراق والصين من خلال توقيع مذكرة تفاهم ما بين البلدين لتنفيذ مشاريع لتحلية المياه. اللقاء الذي جمع الوفد الصيني مع رئيس وأعضاء مجلس محافظة البصرة لتوجيه وتنفيذ المشاريع التي تخدم المدينة. اليوم البصرة دخلتها الشركات الصينية، وإن شاء الله نأمل من المحافظة أن تأخذ بهذه الشركات باتجاه الإحالة لبعض المشاريع حتى تكون هناك بداية للشركات الصينية داخل محافظة البصرة. هناك عمل للشركات الصينية داخل المواقع النفطية، لكن عمل داخل البصرة من حيث المشاريع للأسف لحد الآن بعدما موجود. أعتقد شركات عملاقة نستطيع أن نستفاد من عندها، مثلا مشاريع معالجة المياه، مشاريع عسكرية، مشاريع بناء محطات التحلية. حيث تعتبر الشركة الصينية التي قدمت العروض من أهم الشركات التي لها أعمال في دول عربية وأجنبية، سيما من خلالها حددت مناطق في البصرة لتنفيذ مشاريع تحلية وتنقية المياه. شركة مملوكة للحكومة الصينية، تعتبر من أكبر الشركات الهندسية، شركات استشارية الهندسية في الصين. حاليا موجودين تقديم الأعمال البنى التحتية مساعدة وتحسين أوضاع المعاشية لأهل البصرة. اليوم أغلب المدراء التنفيذيين دائما ما يؤكد ويصرح بأني لحد الآن لم أقم بإحالة أي مشروع، لحد الآن لم أدعو الشركات المختصة في هذا المجال، فهذا بحد ذاته هو تقصير في أداء عملهم، لأن اليوم التخصيصات المالية موجودة، الصلاحيات أيضا موجودة، فعلى المدراء أن يلتزموا ويستخدموا بل يتجاوزوا حتى على الصلاحيات من أجل خدمة المواطن البصري. دخول الشركات الرصينة جاء عكس ما هو معارض من بعض الجهات الغير مستفيدة والمتنفذة التي تستهدف وتعطل المشاريع الخدمية في المدينة. جهات متنفذة تقف وراء تعطل مشاريع تحلية المياه ودخول الشركات الرصينة إلى مدينة البصرة، هذا ما أكدته حكومة البصرة المحلية. علي عدنان، قناة رشيد فضائية، البصرة.